إضافة للأساتذة اللي راح نتكون هنا عندنا اللي هما في كل المواد بالنسبة للمستوى ابتدائي متوسط وثانوي، عندنا أساتذة هما رايحين يتكونوا خارج الولاية اللي هما خاصين بالأساتذة في مادة اللغة الأمازيغية، رايحين يتكونوهم على مستوى ولاية بجاية، لأن هذا التكوين راح يكون يجمع كل أساتذة على مستوى الوطني، يعني كل أساتذة على مستوى الوطني باللغة الأمازيغية، تكوين راح يكون على مستوى ولاية بجاية. وبالنسبة للغات الأجنبية إسبانية إيطالية وألمانية، تكوين نتاعهم راح يتم على مستوى ولاية الشلف. باقي المواد الأخرين راح نتكونوا هنا عندنا في الولاية. دونك إذن هنا عندنا أساتذة اللغة الأمازيغية في بجاية، اللغات الأجنبية راح تكونوا في شلف. بطبيعة الحال احنا على مستوى تلمسان أيضا دونك عندنا تقريبا أكثر من 600 أستاذ راح يتوظف، وهذا الأساتذة الجدد بطبيعة الحال رايحين مروا بفترة تكوينية تدخل في إطار التهيئة تاع الأساتذة. وعلى هذا الأساس فتحنا على مستوى تلمسان فتحنا زوج مراكز للتكوين، مركز على مستوى ثانوية بن سعد اللي هو راح يكون خاص بالأساتذة الطور الابتدائي، ومركز ثاني فتحنا هنا على مستوى ثانوية بصغير اللي هو راح يتكفل بتكوين أساتذة الطور المتوسط والطور الثانوي. كل الإجراءات، كل العملية التهيئية والتنظيمية راهي وجدة، مؤسسة وجدة، المؤطرين وجدين، وحنا ننتظر إن شاء الله يوم السبت باش نستقبلوا الأساتذة جدد هذويا ونقول لهم مرحبا بهم باش يبدأوا التكوين نتاعهم إن شاء الله يوم السبت ابتداء من 16 وتنتهي العملية التكوينية يوم 28. ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح.